استرجاع الأراضي الفلاحية. هذه مش عملية تاع اليوم، استرجاع الأراضي الفلاحية انطلقنا فيها نذكر في 2018-2019. اليوم عززنا هذا الاسترجاع الأراضي الفلاحية، واليوم أنا تسمح لي وكان لي شرف صرحت فتينا أكثر من 500,000 هكتار استرجعناها، وإن بارتي منها راح تروح الاستثمار، وهذه 136,000 هكتار هي أساسا جاية من هذا الاسترجاع تاع الأراضي الفلاحية.